السلام عليكم الاخوان، كيف ما شفتوا معنا في الحلقه اللي فاتت ديال البودكاست قررنا اننا نديروا الحلقه الثانيه، حيت الصراحه عجبتكم الحلقه بزاف وبزاف الناس طلبوا منا اننا نديروا الحلقه الثانيه. هادشي علاش شفنا اليوم مع واحد الضيف اللي بالعكس حنا اللي ضياف عنده، استضفنا وسيد اللي عنده اكسبيرينس كبيره في هذا المجال هذا. قررنا اننا نهضروا اليوم على الكوتي ديال الانتربرونيريا، الكوتي ديال المقاوله، والكوتي ديال الماركتينغ والبريسكريبسيون في المجال ديال الباتيمون. السيد تبارك الله عنده اكسبيرينس كبيره، غادي يفيدنا بزاف، خليكم اكتشفوا معنا. السلام عليكم سي ياسر. السلام عليكم سي رضا، تبارك الله عليك سي ياسر. شكرا على الوقت ديالك. الله يودي صافي ليزي صافي في هذا الوقت، خدينا لك هذا النهار هذا سي بارطاجي. الله يحفظك سي ياسر. مرحبا بك سي ياسر. ندخلوا نيشان في صلب الموضوع. بالنسبه لك انت تبارك الله عليك، تي خدام صافي لونغ طون او طون كو ديريكتور دو ماركتينغ اي دو بريسكريبسيون في جروب كبير، ومن بعد دزتي لونتربرونيريا. بغيتك من بعد ما تقدم لينا داك الباركور تشرح لينا شنو لقيتي انت كفرق ما بين السالاريا وما بين لونتربرونيريا، وشنو اللي استفدتي في السالاريا واستفدتي في لونتربرونيريا. الوغ افري باساج كوم نابورت كال اون بيرسون اللي يلاه تخرجت، يعني كتقلب على الكارير ديالها، كتقلب او سورتو في الدومين ديال 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 السالاريا. Alors, bien comme tout le monde, comme un cadre commercial, et Menebed, comme un responsable du département marketing et prescription, ou Menebed, directeur du département marketing et prescription. Alors, je vais vous dire que l'entrepreneuriat, le farc, c'est que le salariat, qui est l'objectif, c'est quoi? C'est le plan de carrière. Qu'est-ce que c'est le plan de carrière? Qu'est-ce qu'on a dit, alors les compétences que nous avons dit, ce qui fait fada ديال واحد الجروب اندستريال ولا سوسيتي كيما كانت كيوفر لك واحد الفضاء فين تسقل لي كومبيتونس ديالك، كتخرج avec un savoir. Mais le savoir c'est pas suffisant. Le plus important c'est le savoir faire. وهنا في كيمكن لك في يمكن لك تخدم على راسك شويه في الكوتي بيرسونيل، في الكوتي بروفيسيونيل، ويمكن لك تعطي كل ما كانوا لي كومبيتونس ديالك مزيانين، كل ما كدون دي سوليسيون بور لا سوسيتي باسكو تي باي بور دوني دي سوليسيون تي بروغريس وكتطلع في البلان دو كارير ديالك. بالنسبه للانتربرونيا، الانتربرونيا سي اوتر شوز، ما كتبقاش المسؤوليه غير فيزافي لا سوسيتي اللي تخدم فيها واللي خدام معاها، كتولي مسؤول على منظومه. Voilà la différence entre les deux. Les objectifs ils sont différents ou la responsabilité est différente. Chez les cas, quand on est responsable de la mission du public, responsable de l'objectif, l'intérêt de mêler ou la SSO, chez les cas, quand tu as le clair, entrepreneuriat. Blis de l'entrepreneuriat, qui va être obligé les quatre qu'on kibira chouia. قدامك موظفين، عندك دي شارج، عندك واحد المنظومه، المسؤوليه كتضاعف ولو ستريس كيتضاعف بيان سور. سي بون كلير مزيان. واحد القضيه اللي بغيت نسول عليها، شكون هو سي ياسر؟ ياسر سي كيلكان qui a bossé des années et des années dans le domaine du bâtiment, le domaine du bâtiment justement, et surtout près du domaine du bâtiment. J'ai cumulé beaucoup d'expérience dans le marketing, dans les prescriptions. Le marketing, lorsqu'on parle marketing, on parle stratégie, aide à la décision, bien sûr. Et خلتنا bien sûr, نشوفو ولا نفعتني plutôt في لو موند ديال لونتربرونيريا، راني نشوف هاد العالم بشوف اخرى بميثود اخرى. جوستومون غادي نصيحه نيت للشباب اللي كيكونوا مقبلين على لونتربرونيريا اكسيتيرا، سي كو هي راه ما ساهلاش، يعني ما يمكنش لنا من المدرسه ندوزو لونتربرونيريا، خاصك تدوز من واحد المراحل ودوز من واحد السنوات ديال 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 الخدمه باش يمكن لك لا تعرف كيفاش تصير واحد الشركه بمجموعه ديال 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 الاكراهات ديالها. ماشي خصو ديكسبيريونس، ما سي سا
هذا هو خاص بوكو ديكسبيريونس ماشي اكسبيريونس شويه مي بوكو ديكسبيريونس سي بون كلير هادشي ان شاء الله جاي ليه في الحلقه هذه كاين بزاف اسئله من سورك السياسي سمح لينا غادي نحكر عليك شويه ان شاء الله بالنسبه كيف ما قلتي لي انت لا باز ديال الخدمه ديالك جاي من ريسبونسابل ديال ماركتينغ دو بريسكريبسيون مزيان نجبدو نهضروا على هذا الموضوع هذا ديال ماركتينغ حيتاش كنلاحظوا كاينين بزاف ديال لي زونتربريز منهم دي زونتربريز صغار دي زونتربريز كبار كيف ما كنا تنهضروا قبيله يعني كاين دي ستاتستيك تيقولوا انه راه كاين ما بين 90 حتى 95% من لي زونتربريز اللي تيحلوا جداد بوندون 3 زون تيديروا دي فايت تلاحظ انه كاينين شي شركات اللي يعني خدامين شركات كبار ما نهضروش عليهم مي فهاد الشركات هادو اللي تيديروا هاد الفايت هادو كتلقاهم ما عندهمش دي استراتيجي او نيفو ديال بزاف الحوايج وبغينا نهضروا على البارتي ماركتينغ الا كان ممكن توضح لينا غير من الخبره ديالك الطويله شنو هو هذا الماركتينغ واش هو ضروري للشركات الصغار ولا يعني بحال قلتي مختص غير للشركات الكبار شي توضيح في هذه المساله هذه بالنسبه لاي سيرفي ديال السوسيتي باسكو سي كوا لا استراتيجي ماركتينغ ديجا لا استراتيجي ماركتينغ سي ناتو اللي يمكن كيعطي استمراريه لاي شركه كما كانت ملي كنجيو نديرو شركه هذا كنسميوه حنا كنقولوا هذا قرار سي ديسيزيون اللي خديناه باش انك تبني واحد الكيان غتبني واحد الكيان غدير واحد المؤسسه غدير واحد الشركه اللي خدامي معك ناس وعندك كما قلت تو طالور عندك واحد لا ريسبونسابيلتي عندك واحد المسؤوليه تجاه حتى واحد الناس اخرين صافي الوغ لا استراتيجي ماكسيم يكون عندك رؤيه واضحه عندك واحد ديجا عندك واحد اكسبيريونس مهمه جدا قبل ما تدخل لونتربرونيا لان 95 حتى جبتي واحد لا ستاتستيك ديال 95% بعدا واش شنو نوع القرار اللي خداو يعني واش الموضوع ديال لونتربرونيا واش موضوع نابع من واحد الرغبه واش درسوا العمليه كلها واش عارفي شنو هي الشركه شنو تابعهم في الشركه شنو تابعهم في الماناجمنت واش عندهم درايه وعندهم لي كومبيتونس بور جيري اي ماناجي اون ايكيب اريفي ا سيرتان اوبجيكتيف لو برودوي لي تريز امبورطون الوغ لا ستراتيجي ماركتين سان برودوي سان بري ديستريبيسيون كومونيكاسيون قائمه على فكره ولكن المشكل اللي عندنا حنا او ديبار باش نبدا لك بالسؤال اللي قلتي لا ستاتيك هو القرار تاخذتي واحد القرار واش انت مؤهل فعلا انك تخوض واحد التجربه اللي فيها لو ريسك ولا غير لحظه الموتيفاسيون لان لونتربرونيا سان ريسك بيرمانون واش رغبه عابره ولا فعلا عندك جميع المقومات اللي يخليوك تنجح هذه المقابله وهذا هو لوبجيكتيف ولا استراتيجي باش نرجعوا لا استراتيجي ماركتين لي فوندامونتال ما كاينش شي شركه اللي ما كتوفرش على ديبارتمون ماركتين ولا استراتيجي ماركتين كاين مثلا غتقول لي كاين دي سوسيتي اللي صغار ما عندهمش لي مويان باش يديروا كرييو ان ديبارتمون ماركتين خاص لي كونطرا اكزاكتومون هو المؤسس الشركه ولونتربرونور خاص يكون عنده درايه بالماناجمنت كامل خاص يكون عنده واحد ليدي ولا لي بيابا على باش كنقصدوا لا فينانس C'est quoi la finance? C'est quoi le département informatique? C'est quoi la production? L'appareil productif? Faire la globalité de ce département. C'est ça le management. Mais si expert que les choses, mais si qu'on. Mais si d'abord il est expert. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'on expert parce que l'expertise est très importante. Ou la qu'est-ce qu'on fait? Faire des domaines communs. On le marketing, c'est souvent lui qui a les solutions. Parce que qu'est-ce qu'il apporte en fin de compte? Un de figure. Bah il a là il veut la mettre en pratique alors عنده خصك عنده درايه بكل استراتيجي في ادوبتي بار رابور ا كل مارشي اذا ملي قلتي بديتي الماركتينغ وقلتي من وراء الفكره يعني كنقصدوا ان الماركتينغ تيبدا مع الفكره ماشي تا كنوجد البرودوي عاد يعني ماشي الماركتينغ هو داك الفيديو بوبليسيتير ولا هو داك الكومبين دو كومونيكاسيون لا لا بيان سو سان غير نافوار باش نوضحوا للناس اللي قلتوا شنو هو الماركتينغ كيف ما قلنا كنسيبليو حنا دابا واحد الناس اللي قلنا ديك 95% هذيك 95% خصك تعرف شنو هو الماركتينغ والكومونيكاسيون في كو بارتي ان اليمون
ملي زليمون ديال الماركتينغ اخر اخر طرف في الماركتينغ نقولكم انا دونك كنهضروا ملي كنهضروا مثلا على الماركتينغ كنهضروا على 4 بي كنهضروا على البرودوي بري ديستريبيسيون اي كومونيكاسيون سي كون تو لي زليمون اي سون كويرون اذا راه تنبداو من ديبار غير ديسيدينا نبداو واحد البروجي راه بدينا الماركتينغ بدينا الماركتينغ بيان سور هو اي سو باز سور سا هو اي سو باز لا ستراتيجي سو باز سور واحد ليدي وليدي كندرسوها مزيان باش نحولوها لواحد البرودوي وهذاك البرودوي منين نجي نخمم انا فواحد لو برودوي بارابور ا مارشي دوني لو مارشي خصني ندير لي ليتود ديالو لو دياغنوستيكس كون ابيل لو سووت ايتترا بارابور ا مارشي لو سووت سي لا فورس فيبليس لي مناس لي زوبورتونيتي وخاصني نعرف شنو لا كونكورونس ديالي جو دو دياغنوستيك لا كونكورونس ديالي ونعرف في خصني انا نحط لو برودوي البوزيسيونمون ديال البرودوي ديالي هكا تجي شو كندخل وكنحط ان برودوي من نابورت كيل مانيير ما يمكنش يعني احنا راه بدينا الماركتينغ باقي كاع ما درناش حتى البرودوي خاص ونعرف انا في الاستراتيجي ديالي افيك كيل هالبرودوي مثلا غادي نحطو واش فيه ان بلوس بارابور لا كونكورونس او با است كي يان ديفيرونسياسيون بارابور لا كونكورونس او با سي جاريف با افير ديفيرونسيون بارابور لو برودوي باسكو الانتاجيه ديالو ولا لو برودوي في حد ذاته ما يمكنش نضيف عليه ما يمكنش شي حاجه ما نضيفها عليه في ان بلوس بارابور لي زوتر مي او موان في لو سيرفيس يكون عندي واحد الاضافه في لو سيرفيس تاليا بليج نحط انا لو بري مثلا وانا لا تاي باقي سوسيتي يلاه باديه باقا صغيره اينا با لي مويان ما يمكنش ليا مثلا غادي ننافس شركات اللي قبل مني وكبار شركات انتاجيه اللي كدير الانتاج لا فابريكاسيون وانا ان بيتي فابريكون مثلا وعندهم واحد الاقدميه في السوق وعندهم واحد لي بري كي سون ادابتي بارابور هذاك المارشي ديالهم اللي جانا يمكن نحط لا 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 ندخل وغادي نبيع مثلا غادي نمشي كوم اوبجيكتيف عندي نتعامل مع الغروسيس ديال هاد الفورنيسور مثلا ما يمكنش ما عنديش لي مويان مويان صافي ما عنديش ني لو ستوك ني لو بري باش نطيحو لان السيد غيطلب ليا الثمن ما عنديش الثمن اللي غادي اللي غادي يمكن ليا نعطيه ليه باش نبيع ليه جي ميم با لو ستوك صافي دير لي بتيت سوسيتي كتمشي كتختار واحد لانيش واحد السيغمون واحد لا سيبل سين بوليتيك سكون ابيل بوليتيك دو سيبلاج اللي يمكن لي نبيع ليهم ونختار لا كليونتيل ديالي بعنايه صافا دير انا ما يمكنش نمشي للغروسيس او سيمي غروسيس غنمشي للديتايون نمشي للديتايون اللي كيبيع ليه هذا الفورنيسور مثلا ونختار المنتوج اللي كيوالم لي مويان اللي عندي ونختار ميم لو بري اللي كيوالم باسكو انا جو بو با بيسي لي بري انا يلاه داخل وغادي نهرس في الثمن ما غاديش نقدر ديك استراتيجي ديال اللي عنده داخل صحيح كيف كنقول خصني نزيد واحد شويه الوغ باش نزيد انا واحد شويه باش كل هذاك الزياده اللي غادي تزيد تكون جوستيفي بارابور لو كونسوماتور خاصها تكون جوستيفي بارابور لو سيرفيس و لو فالور سيرفيس فالور اجوتي اللي غادي نحط في لو سيرفيس باسكو جي با اوتر مويان كو لو سيرفيس هذا بالنسبه للشركات اللي كيدخلوا صغار بالنسبه للشركات اللي كيدخلوا كبار بيان سور عندهم لوغ ميثود دو de عندهم لا كاباسيتي باش انهم يمشيو يحطوا حتى هما دي برودوي ايكيفالون تكنيكمون بارابور لي زوتر برودوي وندخل بواحد البوليتيك دو بينيتراسيون بارابور او بري جي لا كاباسيتي دو فير سا اي بي لا ديستريبيسيون كتكون ديستريبيسيون بعد ما درت السوق وعرفت مثلا لا ديستريبيسيون اي لي فيت كوم سا بار لي كونكورون كندير ان بلس بارابور لا ديستريبيسيون وكندير ان بلس بارابور لا كومونيكاسيون غير المهم هو ان اي حاجه كنديرها الاختيار ديال السيغمون لا سيبل ديالي تكون كويرونت بارابور لي زوتر بوليتيك اللي عندي اللي هي ديستريبيسيون لو بري اي لا كومونيكاسيون خصها تكون واحد 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 لا كويرونس خصها تكون واحد التناسق فهاد المساله هادي صافا دير انا غندير ان برودوي با دو ماس ان برودوي اللي زايد في لا كاليتي والجوده ديالو شويه خاص لو بري يكون طالع واحد شويه بارابور هاد البرودوي اللي منتوج سي توت افي نورمال et la distribution ça se compte sélectif un exemple distribution sélective et la communication ça se compte sélectif pas une communication de masse et ça dépend les secteurs d'activité tous les secteurs d'activité ont les spécificités d'ielo ont les stratégies d'ielo par rapport au marché تبارك الله عليك سي ياسر الصراحه الجواب ديالك والاجوبه ديالك فادونا بزاف كنحاولوا هذاك الشيء اللي كاين تبارك الله اللي بغيت نسولك روماركيت واحد الحاجه فاش كنتي كتهضر لي على الماركتينغ واستراتيجي ماركتينغ الا كنا كنبيعوا شي برودوي نورمال نقولوا داك الشيء النورمال ديال الماركتينغ معروف ولكن المشكل ديال الدومين ديال الباتيمو سي كو لي برودوي ديالو تكنيك بزاف في الاستراتيجي ماركتينغ كيفاش كنحلوا هذا المشكل هذا حيتاش ما غاديش غنبيعوا لواحد الشخص تكنيك
Effectivement. Quelle est la différence entre un jean et un produit de masse? Je n'ai un produit de masse. Un produit de masse qui intéresse tous les consommateurs. De première nécessité, etc. On a qu'une. Le bâtiment, c'est une autre chose. Le bâtiment, je vais bien. كتبي واحد المنتوج لي تكنيك ولمن شكون لا سيبل ديالك الناس اللي كي اوبيرو في الباتيمون اللي عندهم لي زاندستريال لي فابريكون في الباتيمون كاين بزاف كاين في المجال ديال الكهرباء كاين في المجال ديال الكارلاج كاين في المجال ديال لا كليماتيزاسيون كاين في المجال ديال لا بانتور الناس كدير لا فابريكاسيون لو برودوي ديالها ني با ديسيني ا تول موند لو برودوي ديالها تكنيكمون ني با ديسيني ا تول موند لواحد الفئه معينه comme cible les intervenants au domaine du bâtiment, par exemple l'architecte, le bureau d'études, le promoteur. Donc, c'est une cible des fabricants. Ou le farq ou un américain a une stratégie par rapport à cette cible, cette politique de ciblage. Ou quand le produit dit un américain a une stratégie par rapport à le bâtiment, il est qui résout là une difficulté, qui résout la problématique. Alors, on a qu'à donner la solution. خصني من نفكر في لا استراتيجي ديالي كون كوا جو دون اون سوليسيون ولمن الوغ سكي في كيما قلنا لارشيتيكت البيرو ديتود البروموتور هما كي سون انتريسي بار الوغ تال ملي كنهضروا على ملي كنهضروا مثلا على ان بروجي راه فيه واحد الاشكاليات كيعطي واحد الاكراهات خاص هذيك الشركه تكون عندها واحد البرودوي اللي ايفيكتيفمون عنده مميزات وعنده لي زافونتاج تكنيك وعنده دي كارسيك تكنيك انترنسيك اللي داخله في هاد باش تحل هاد المشاكل والتعقيدات اللي كاين في نيمبورت كيل بروجي دو باتيمون. وكيفاش غنكومونيكيها غنخدم عليها مثلا في كومونيكاسيون كيفاش كومونيكاسيون دو ماس غادي نو ما فيديو بوبليسيتي كيفاش غادي نوصل كومونيكاسيون سي كومونيكاسيون سيليكتيف Comment ça marche sélective, ça veut dire que c'est un département prescription, bien sûr. Que tu offres à des prescripteurs qui ont un charisme, qui ont un déraillé avec le mentouge, de tariqa mutamisa, et qu'on sait qu'il s'agit du produit dialo, il s'agit du produit dialo. Parce que ملي كيمشي عند ان architect ou il s'agit du produit, c'est qu'on moulim, le jawani ou le haïtia du produit dialo. وملي كيمشي ملي كيكون في اطار لا بريزونطاسيون ديال البرودوي ديالو خصو يكون عارف الاشكاليات اللي مطروحه بارابور لي بروجي كوم سيبل. غادي نحبسك هنا وسمح ليا بغيت نرجعوا شويه للور شنو هي البريسكريبسيون لا بريسكريبسيون بور رول سي دابور سي اسونسييل لا نوتوريتي كيفاش غادي نشهر واحد البرودوي نعطيه واحد ليماج وكيفاش غادي نشهرو ماشي بواحد الطريقه سورتو لا بريسيبسيون ماشي بواحد الطريقه تراديسيونيل اللي يمكن ليا غادي ندير الكومونيكاسيون عاديه دي بي ال في دي 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 شنو الفرق بينه وبين كومونيكاسيون نورمال دو ماس ولا اوبري دو بريستاتير ديالي غير كو اوبري دو بريستاتير ديالي نعطي البي ال في نعطي لي كاتالوغ نعطي تو لي سوبور دو كومونيكاسيون اللي معترف بها لا بريسيبسيون سو استراتيجي تو سامبلومون سو استراتيجي فوندامونتال بحال اليمان دو ديبارتمون ماركتين بيان سور و سو استراتيجي فوندامونتال في صلب الماركتين في صلب علم التسويق شنو فالور اجوتي ديالها شنو في الدومين ديال في الدومين ديال الباتيمون لا فالور اجوتي سي ريفيرونسي سي لو ريفيرونسمون لو سافو لو كومون ريفيرونسي ان برودوي اوبري دي ديسيدور كيفاش لو برودوي ديالي غادي يولي عنده واحد ليماج دون لا بيرسيبسيون دو كونسوماتور ديالي ولا اوبري دو بريستاتير اللي كياخذ من عندي اللي كيكونسومي البرودوي ديالي وهاد لي ديسيدور هما في ان بروجي دوني هما لو بروموتور ولا الاركيتيكت ولا لو بيرو ديتود والعمليه كلها نعرف بالمنتوج ونعرف لي زافونتاج ديالو ونعرف المميزات ديالو ونوصل المعلومه باش يمكن نسهل على le donneur d'ordre
ياخذ ديسيزيون ويعرف اش من برودوي يمكن يخدم به. حيت جينيرالمون لو برودوي خصو يكون توفر. علاش قلنا مميزات ولا شكون قلنا لي زافونتاج؟ خصو يكون يحل ليا واحد الاشكاليه. Il doit apporter une solution. C'est ça l'objectif final du produit. C'est bon, d'abord, la prescription, je vais vous expliquer. Il y a une différence entre nous, nous allons faire le catalogue, nous allons faire des vidéos, etc. Est-ce que la prescription est pour que tu la communication normale? Oui, comme je disais, la prescription, c'est technique. C'est la prescription technique parce que c'est, en fait c'est imbriqué le catalogue ou le tout ce que tous les moyens, les autres moyens de communication, c'est à la bonne heure, ce sont des atouts, sont des supports pour aider le prescripteur à bien faire son travail. Parce que mais le plus important c'est que nous sommes le ma'louma. Un prescripteur معلومه ديال بارابور لو برودوي. يعني انا عندي ان برودوي غادي يحل لي واحد المشكل في ان بروجي سكي فيه خصني نوصل لي ديتاي اي لي تكنيسيتي ديال داك لو برودوي اي لي زافونتاج ديالو. هذا كله في واحد الوقت وجيز صعيب. يعني خاص يعني انا كنهضر على البريسكريبتور خاصو يكون ملم بالبرودوي كونتي تكنيك بالحيتيات كامله ديال بالحيتيات كامله البرودوي. باسكو ما كنهضروش دابا على شي سيكتور دو ما كنهضروش على ان اوتر سيكتور داكتيفيتي اللي فيه البرودوي دو ماس اللي الناس عارفين مثلا برودوي عادي. نو سا برودوي تكنيك. هو تو لي برودوي كي اكزيست في الباتيمون سون دي برودوي بيرمون تكنيك وهما لوزين اللي كيكون خدام على ان برودوي عارف اشنو يحل هذا البرودوي من المشاكل. مثلا نعطيني اكزومبل مثلا في الالكتريسيتي باغ اكزومبل ولا في الالومنيوم باغ اكزومبل. مثلا في الالومنيوم عندي اون غام بارابور لا كومبلكسيتي اللي كاينه في ان بروجي. يعطيني دي بي مثلا عندي دي بي دو 4 متر دو هوتور افيك 6 متر دو لارجور خاصهم ان برودوي سبيسيفيك باغ اكزومبل. انا كنهضر على ان برودوي الوفاج وهذا كيحل هاد المشكله بالضبط ديال هاد لا بي هاد لا فيرميتور. شنو اللي غادي يخدم ليه واش هاد لو برودوي خدام؟ يعني الدور ديال البريسكريبتور انه يمشي يحاول يشرح البرودوي كوم برودوي تكنيك ويحطو كوم سوليسيون في ديك اكزاكتومون اكزاكتومون. ولكن هادي ماشي خدمه الكوميرسيال. هاد ما يمكنش لان الوظيفه ديال البريسكريبتور يقرب المعلومه من ديسيدور باش يعرف الديسيدور باش غيخدم اش من قام غيخدم بها في وسط ميم مارك. ملي كنهضروا اش من قام غيخدم بها واخا يكون ديسيد يخدم مع نفس لا مارك ولكن في وسط ديك لا مارك باش غيخدم بالضبط باش غيخدم البريسكريبتور. دابا هنا كنحل واحد المشكله كنحل واحد لا بروبليماتيك. علاش قلت سوتادور هضرنا على التعقيدات ملي كتكون واحد التعقيدات في واحد البروجي واحد المتطلبات تقنيه. القرار ما كيكونش ساهل وعندي تعقيدات تقنيه خاصه انا مثلا المهندس ولا مثلا البيرو ديتود ولا مثلا البروموتور عنده اشكاليه في واحد مثلا في اون فيرميتور ولا في اون فاساد باش خصني نخدم تو سامبلومون. هنا كيجي الدور ديال البريسكريبتور باش ينصحهم باش يعطيه لو كونساي. وهذا ان رول تري امبورطون خصو يكون مولم بالجوانب كامله التقنيه باش يوصل المعلومه ماشي اللي توصل المعلومه اكزاكت مزيان. حيت الا ما وصلهاش اكزاكتومون كنهضر على بروجي غنوليو في اشكاليه اخرى. عطاتني ان برودوي اون غام كي انفيريور على غام اللي هنا كنهضر لك على هوتور دو 4 متر اون بي دو 6 متر دخلنا في واحد لا غام واحده اخرى كي بو نو با ريبوندر ايزيجونس تكنيك اللي عندي وغيوقع لنا اشكاليات من بعد. هادشي كينطابق على دوطخ سيكتور داكتيفيتي. كنهضر على الالكتريسيتي كنهضر على لا بلومبري كنهضر على لو سانيتير كنهضر على لا كليماتيزاسيون. يعني سي 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 لو ديتاي. هذا هو. اذا هنا جريتيني لواحد السؤال اخر زوين. البريسكريبسيون واش شي حاجه تتبقى تدار اشاك بروجي ولا تدار واحد العادات المرات باش اننا نبداو نخليو البرودوي ديالنا معروف عند لي دونور دوغدغ؟ يعني نقدر نخدم على واحد المده صافي بحال برانديت راسي ولا ضروري خاص اشاك بروجي ديك لانترفونسيون ديال البريسكريبتور راه تما وراه كيقدم المعلومه وراه كيعطي السوليسيون؟
حنا قلنا على قلنا على بريسيبسيون سي استراتيجي aussi il est main de stratégie marketing mais c'est une stratégie la stratégie كتميز بالاستمراريه ديالها stratégie c'est pas question c'est pas quelque chose éphémère stratégie c'est du moyen à long terme le blax ça se compte استمراريه في العمل ويكون عندهم le contact auprès ديال واحد les donneurs d'ordre باش يكون تا واحد يكون تواصل ويكون ديفلوبمون في داك البرودوي يكون يمكن لينا نطوروا البرودوي يمكن لينا اترافير ديبارتمون دو ريشيرش ديفلوبمون يبقاو على تواصل يمكن يكون واحد لا فالور اجوتي كتزاد كنقدروا نصايبوا واحد المنتوج اخر اللي يفا ريبوندر ا دوتغ اكزيجونس تكنيك ايتترا هنا باش كيكون لنا نطوروا يمكن نزيدوا في لا لارجور لو بروفوندور ديال لي برودوي ديالنا اللي كنسميوهم من بعد اون غام من هنا جاني واحد التساؤل واش البريسكريبتور واش هو الكوميرسيال واش تيبيع ما عنده علاقه بلو بريسكريبتور ما عنده علاقه بالكوميرسيال علاش باسكو لو كوميرسيال كاس كيل في لو كوميرسيال عنده ان اوبجيكتيف فونت خصو يبيع والكوميرسيال عنده جوج الحويجات ملي كيجي يبيع ان برودوي كي نيغوسي لو برودوي مع لو كليون ديالو et qui négocie le prix. Technique. Qui présenterait le produit. Il présentait le produit, bien sûr, techniquement, etc. Mais il doit aussi négocier le prix. Le prescripteur, non. Le prescripteur, le rôle de conseiller le produit. C'est bon. Le décideur. C'est conseiller, c'est présenter techniquement le produit, mais ما عنده علاقه بالوبجيكتيف سي با يعني كومسا كيكون ليبر من لوبجيكتيف ديال البيع وكيحاول يعطي جهده كامل في انه يعرف البرودوي وريفيرونسيه بيان سور وهنا كاين واحد استراتيجي اللي في لا بريسيبسيون تري امبورطونت اللي كتعطي واحد الاضافه وكتعطي واحد السرعه في الانتشار وهي النوتوريتي لو ريفيرونسمون كيدي بك النوتوريتي ديال البرودوي انا ما الواحد يكتفي بانه يخدم على واحد المنتوج يعطيه لواحد الشريعه من الزبناء واحد البورتفوي ويوقف كنظن هنا ما غيكونش واحد انتشار واسع خاص ضروري ما يكملوا بلا بريسيبسيون ما يكملوا يشوف لي ديسيدور في البروجي ابار لي بريستاتير ويشرح ويقدم المنتوج يدوا بيان بريزونتي لو برودوي ديالو باش يكون واحد المصداقيه في داك البرودوي حتى ملي كنبداو نصحوا واحد البرودوي اكس على ان كيقدم لنا واحد لي زافونتاج كيقدم واحد لا فالور اجوتي اي سي تري امبورطون دي بريسكريبتور اللي في لي في لي اللي كيغطيو لنا لا كوفيرتور ديال لا زون جيوغرافيك ناسيونال وكيمشيو بريزونتيو لو برودوي باسكو ما عندها معنى انا عندي برودوي وشوي فابريكان وكنديروا واحد ليفور كونسيديرابل باش ننتجوا هذا المنتوج وما غنعرفوش به بغض النظر لا كومونيكاسيون تراديسيونيل البي ال في لا 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 البلان دو كومونيكاسيون لا استراتيجي دو كومونيكاسيون لي تراديسيونيل اللي كنعرفوا لي ليفينمونسييل اكسيتيرا اكسيتيرا داكشي كله سي مي لا بريسكريبسيون سي فوندامونتال سي تري امبورطون كتشوف لي كتهضر في التكنيك ديك الساعه كتبريزونتي البرودوي ديالك كوتي تكنيك وديريكتوم على السيبل ديالي ديريكتوم على السيبل ديالي وكنعطيها واحد لونطوريتي كيف قلنا توتالور ما كاينش اللي غادي يوضح وغادي بريزونتي لو برودوي تكنيكمون بلي زافونتاج ديالو قدم للفورنيسور وي اوبري دي ديسيدور بارفوا ديسيدور نعطيك اكزومبل مثلا ان اركيتيكت ولا برومونتور ما عرفش هذا البرودوي اللي اكزيست عند الشركه في اكس ولا يقدر يكون محتاجو اني ما عرفتش محتاجو وي ريبون لواحد البروبليماتيك اللي عنده هو في لو بروجي اي فا دوني اون سوليسيون اي بروبليماتيك اللي كاينه لان 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 اي بروجي راه عنده دي ديفيكولتي عنده حيت سا ديبون المنتوج المعماري اللي عندي كل واحد كيبغي يخلي
البصمه ديالو في واحد يعني كل اركيتيكت ولا كيبغي يخلي البصمه ديالو كيحتاج دي برودوي اللي غيواجهو ديزاين كيحتاج يواكب اللمسه ديالو اللمسه في المعمار لان هذا هو لوبجيكتيف. هو ما غاديش يبقى يقلب في دي برودوي هنا ولا يعني خاص لي بريسكريبتور كيديروا الدور ديالهم انه كيبريزونت يعرفوا البرودوي ديالهم في نيمبورت كيل دومين داكتيفيتي اللي عندها علاقه بالباتيمون سي بون كلير. وحتى المواكبه ديال المعمار المواكبه ديال المهندس في هذه المسائل المواكبه ديال البيرو ديتود في المساله هذه. و جو بونس واحد القضيه ديال البريسكريبتور فاش كيمشي كيحاول يريفيرونسي البرودوي ديال لونتربريز ولا ديال الفابريكون جو بونس كيقدر واقيلا تيجي حتى ملاحظات يقدر يكون مثلا عندهم دي فاي كيبانوا في الوقت ديال البريسكريبسيون ممكن هاد القضيه باردون مثلا انا اونطون كبريسكريبتور مشيت باغي نبريزونتي لي برودوي ديالي لارشيتيكت لقيت انه واحد لابارتي من البرودوي ديالي ما كتجاوبش على واحد البيزوان ديال داك لارشيتيكت يعني البريسكريبسيون كتلعب حتى دور في لاميليوراسيون ديال لي برودوي نو بيان سور سي تري امبورطون ياك سي تري امبورطون هادشي وقعت لينا حنا نيت بالعكس كتساهم في التطوير ديال المنتوج لان كل اركيتيكت كيعطيك واحد الاضافه ولا كل بيرو ديتود كيعطيك واحد الاضافه نوعيه باش تصلح من البرودوي ديالك. هنا كل منتوج وعنده الخصائص ديالو وبارابور مثلا في ان بروجي 50% ولا 60% ديال لي بروجي ما عندناش مشكل اون ريبون ا سيكجيونس يا با دو بروبليم اون اريف ا سوليسيوني اون اريف ا دوني دي رابورتي دي سوليسيون مي كاين دي بروجي كي سون كومبليكي. الوغ هنا فين كتجي التطوير ديال المنتوج يعني هنا كنهضروا على يعني ولينا هنا دابا كنقولوا ان البريسكريبسيون الدور ديالها الاساسي بطبيعه الحال هو الريفيرونس ديال البرودوي ولا عندها دور اخر انه الديفلوبمون لان دخلتي على واحد دخلتي كاين دي بروجي سبيسيفيك وانت عندك واحد المنتوج ولكن تي نعرف با ريبوند واحد سبيسيفيتي بارتيكولير غاتمشي ديفلوبيها هنا كنهضروا على لي ديبارتمون دو ريشيرش ديفلوبمون لان عندهم علاقه بالبريسكريبسيون هنا التميز هنا التميز يعني لا بريسكريبسيون سي رومونتي دافورماسيون كي تري امبورطونت لافورماسيون بريمير سي لي امبورطونت هنا راه كتجيب واحد لافورماسيون كي بينيفيك وملي كتخدم على واحد المنتوج واحد اخر وفيه هاد البلس par rapport لواحد الكومبلكسيتي في البروجي راك خدمتي على منتوج جديد وكتميز به في السوق كلير. هنا كتلقى فرق بين شركه وشركه فابريكون وفابريكون هذا هو التميز سي يعني الديبارتمون دو ريشيرش دو بلوك خص يكون مواكب الحاجيات ديال السوق سي بون مزيان. من هذه القضيه هذه فاش هضرنا على الديسكريبسيون بغينا نعرفوا البريسكريبتور هذا الشخص هذا اللي غادي يمشي عند الاركيتيكت اللي غادي يمشي عند البروموتور ولا عند لي دونور دو كيف ما بغاو يكونوا شنو حيتاش فاش كنقولوا التكنيك ماشي اي واحد غادي يهضر شنو اللي خصو يتوفر فيه واش جيست يكون فاهم في التكنيك وعنده لي موين دو كومونيكاسيون شنو خصو يتوفر في البريسكريبتور باش نقولوا راه هذا كابابل انه يدير لا بريسكريبسيون لي بريسكريبتور سي ان وازو غار ما كاينش بزاف باسكو خصك توفر فيهم واحد الشروط اولا يكون عنده واحد الدرايه بالمنتوج ديالو واحد الكاريزما واحد الكاريزم واحد السونس دو كومونيكاسيون واحد لامباتي سي 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 سو ميتر لا بلاص دو لوتر يكون سريع البديهه انتيليجون علاش باش يعرف البزوان بوغ ديتيكتي لو بزوان ويعرف كيفاش يوصل المعلومه الصحيحه لان اللي قدامه ملي كنهضروا على ان بيرو ديتود ويا لي زانجينيور اكسيتيرا ملي كنهضروا على لي زاركتيك كنهضروا على ملي كنهضروا على دي زورغانيزم في الباتيمون خاصك تعرف توصل المعلومه بواحد الطريقه بواحد دون مانيير بالبابل دون مانيير فلويد واهم حاجه في هادشي هي تكون ملم بالكوتي تكنيك ديال البرودوي ديالك ضروري 100% تكون ملم بالكوتي تكنيك وي سي 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 نعطيك مثال دابا مثلا انا بريسكريبتور
والبرودوي ديالنا اللي تنبيعو كاين عندنا واحد ديبارتمون في الشركه بيغو ديتيد فاهم في التكنيك مزيان. واش بالضروره انني نكون فاهم في التكنيك بحال كيف ما الناس ديال بيغو ديتيد اللي عندنا في لونتربريز، ولا نقدر نكون شويه ونستعن بهم؟ يا يا سي ان ميلونج سي خصو يكون عنده واحد لو سونس كوميرسيال اوسي. واخا حنا قلنا ملي كنقولوا توتالور ما عنده علاقه بالكوميرسيال اون تيرم دو 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 كونتيتاتيف، يعني ما عندوش علاقه بلي فونت، ما عندوش علاقه بالشيف دافير اكسيتيرا، ماشي ما عندوش علاقه مي انديريكتومون. مي ورا انديريكتومون كيبيع لو برودوي، انديريكتومون كيبيع لو برودوي، يل كونسي لو برودوي، اش قلنا حنا يل ريفيرونس لو برودوي، يل كونسي. واخا ما فاهم التكنيك، يل كونسي سي ان كونسي، يل دون ان كونسي لو برودوي، يل ايد لا ديسيزيون. هذا هو الدور ديال 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 لو بريسكريبتور. خصو توفر فيه بيان سور، سيكون لي دو، عنده التكنيك وعنده لو سونس دو كومونيكاسيون وعنده لو سونس ديال الاقناع، يعني يعرف يقنع 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 اللي قدام، ولا يقنع راه استنى يعني ماشي ماشي غير التكنيك نوض نعرضو صافي نقول راني راه هذا هو اللي ديك الوازوغا راه سي راه يقد يكون عنده مثلا كيتوفروا فيه لي زيليمون، يعرف يشرح تكنيك مون لو برودوي ما يعرفش يوصل وما يعرفش يقنع وما يعرفش يقنع ولا يعرف يقنع وما عندوش التكنيك اقناع داك ستاندر. فهمتك علاش قلتي راه ما قلال ثانيا راه ما ساهلش كما قلت لك توتالور، راه ما ساهلش قناع سورتو لي دونور دو سورتو لي ديسيدور، راك الا ما عندكش ان بلوس وما متميزش البرودوي ديالك متميز وانت خاصكم تميز، واللي كيعاونك على هادشي راه هو لو برودوي. الوغ الشركات ولي فابريكون لي فهاد الدومين خاصك يعطيو اولويه لا فورماسيون، ما يمكنش نخرج ان بريسيبتور بلا ما يكون عنده واحد لا فورماسيون واحد المده معينه اللي يمكن يستوعب البرودوي. يعني كنهضروا الشركه غادي لي فورماسيون في الكوتي ديال التكنيك بيان سور تكنيك، هو خاصو يكون كومبيتون في كومونيكاسيون اقناع، داك الشيء علاش هو شي هو 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 اختاروه صعيب غير هو سي سيري دو خصو توفر فيه توفر فيه هاد الشروط كامله، ودي باش كيتميز تاع الكوميرسيال، يعني خص يكون اكثر منهم في طريقه الاقناع وتكنيك سي بون ان باجاج ان باجاج ان باجاج امبورطون في هذا لو سونس. سي ياسر كنا هضرنا في الاول على الباركور ديالك في كوتي سالاريا ومن بعد الكوتي انتربرونوريال، وهضرنا على الاستراتيجي ديال ماركتينغ، هضرنا على البريسكريبسيون، دويتينا في الاول يعني بريفين على لونتربرونوريال. شنو بغيت انا نعرف شنو هو خاصو يتوفر في هذا لونتربرونور كشروط باش انه يخوض هاد الغمار ديال لونتربرونوريا، واش اصلا اي واحد ممكن يكون اونتربرونور؟ هي لا ديسيزيون ديال لونتربرونوريا هي كيما ديسيزيون، هي قرار قرار وقرار قرار ما ساهلش، والتحول من سالاريا لونتربرونوريا كيبقى كيبان ليا هو التحول لوجيك، لان انا شوي كونتر انا واحد مدوش اكسبيريونس فواحد المجال معين، وما راكمش واحد المجموعه ديال التجارب، واحد المهاره، واحد لي كومبيتونس، ونجح في المسار ديالو، ديجا نجح في المسار ديالو المهني، عادي يمكن يفكر يخلق واحد الشركه ويدخل عالم لونتربرونيا. باسكو عالم ديال الا دخلتي راه بلا راه ايريفوكابل، ما خصكش ترجع. سلام. راه خص يكون عندك واحد ديجا واحد المهارات كما قلت، واحد لي كومبيتونس، وهاد لي كومبيتونس والمهارات كيكونوا في واحد الاعوام طويله. ما يجيش يمكن ليا نجي وندخل لونتربرونيا وانا ما عندي تجارب، انا غنمشي تو سامبلومون. يعني كنقولوا لونتربرونوريا ماشي هي ماشي حاجه اللي غتدخل تاخذ فيها التجربه، خاصها تكون عندك ديجا تجربه ولا العكس ولا ميكس. ما يمكنش تجرب في ان بيزنس. وي تجربه كاينه، وي اون بو ايشوي اون سان دو لونتربرونوريا، ولكن خاصني يكون عندي مينيموم ديال لي كومبيتونس، مينيموم ديال التجارب اساسي. دازوا عليا مشاكل، دازوا شفت لونتربريز اللي كنت خدام فيها، شفت شنو المشاكل يمكن لها توقع في التسيير، في لا برودكسيون، في لي تو ديفيرون اباراي اللي كنشتغل معاهم، ديبارتمون كوميرسيال، ديبارتمون ماركتين اكسيتيرا، وكنكون واحد وشفت المارشي كومون يرياجي. هذا هو نوع التجارب والمشاكل اللي دازوا، لان ملي كتدخل انت
في لونتربرونيا راه ما داخلش بوحدك في السوق، راك معاك منافسين. بغيت الحال واش غيخليوك تدخل زعما بسهوله؟ سي نورمال. كيف استراتيجيك tu vas adopter pour pénétrer هذا المارشي ديجا؟ alors une stratégie de pénétration ديال ان مارشي ou déjà lorsqu'on parle d'un marché tu connais multi au moins واحد diagnostic avec le marché عملتي الصوت يعني toujours quand on a la expérience باش غدير هاد الاناليز باش غدير هاد الاناليز خصك اكسبيرونس غدير واحد الاناليز باش ممكن ندخل المارشي وكاين اش من طريقه ندخل بهذا المارشي كاين استراتيجي كاين مانيير ندخل بها كاين برودوي غندخل به كاين بري غندخل به يعني المسائل كلها كتجي من بعد واحد التجربه معينه خدمتها وانا كان جو بريفير مثل لي جون اونتربرونور يكون خاد واحد التجربه وتجربه كافيه وعام عامي كل سنين ربع سنين كنظنش انها كافيه باش تخليني ندخل للعالم ديال لونتربرونور ولكن ما قلت لك لونتربرونور سي اون في ا ريسك كتجيري كل ريسك مزيان يعني وما كيساليش ولا دخلتي خصك دير في بالك الا دخلتي ما كاينش مجال للعوده البحر علاش البحر من ورائكم علاش لان انت ملي كتبغي تخدم وتبغي دير شركه هتخدم معك ناس طبيعي تحال وجهك سون دي كولابوراتور فوالا غير ملي كندخل ملي كنهضروا على كنهضروا مؤسسه وكنهضروا على شركه وكنهضروا على كنهضروا اوطون كو اونتربرونور خاصك توفر فيه لي مويان les moyens financiers, خاصو un savoir-faire. وهادو هما لي زانغريديون باش كننجح انا واحد كنجح واحد واحد المقاوله ونعرف راسي عندي ان بلان بيزنس عارف راسي فين غادي واش من المارشي داخل ليه ونعمل واحد الاستراتيجي ديالي غير كيما قلت لك خصك يكون توفر فيه واحد لو سونس ديال 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 لا ريغور ديال الاستمراريه في العمل ديال لا بيرسيفيرونس الاجتهاد حيت شحال واحد كيبدا وفي نص الطريق كيوقف علاش في نص الطريق يوقف علاش شنو المشكل خاص يكون ميز اونتربرونور هو بطبيعته خاص يكون ميز عنده واحد التمييز شنو التمييز خاص يكون عنده واحد لا بيرسيفيرونس خاص يكون عارف راسو راه خاصو يجتهد اكثر من الاخرين الاستمراريه في العمل منين تجي ديك الاستمراريه واش هي ابتداء جايه من داك القرار اللي تخدم في الاول ولا انه خاصو داكشي اللي يكون كيدير عزيز عليه شنو حتى في كل وقت كيجي لواحد واحد السؤال ديال وانا اش تندير واش غادي بصح واش تنخربق واش داني بزاف الناس كاين مطبات كاين دي توربيلونس كاين انت غادي درتي مؤسسه درتي شركه بارفوا كاين عراقيل كاين عقبات وبالنسبه للانتربرونور اللي غادي كيميز انتربرونور على واحد اخر هو كيفاش يتعامل مع العقبات الطريقه ديال الاشتغال لا با كيما قلت لا بيرسيفيرونس الاجتهاد ديالو كيخليه على انه يديباس طول لي بروبليم اللي يمكن يواجهوه وهنا كاين مساله ديال كيل لا فوكاسيون او ديبار دو شواسير لونتربرونيا كيل تا فوكاسيون شنو الهدف شنو لوبجيكتيف هذاك الشيء كيساعد في انه يخليك واش غتكمل ولا ما تكملش الا كان حبك في داك الدومين سي باغامور راه غتكمل فيه شنو كيخص كيخص الصبر طبيعه الحال انتربرونور كل نهار راك كتصبر ويقدر يستمر اي مشروع فيه مطبات وانا فاش قلت لك انا توتالو خاص يكون واحد الخبره واحد شويه ديال الاكسبيريونس كيفاش يتعامل مع الظروف كيفاش يتعامل مع العقبات ضروري شي ضروري بروجي فيه عقبات انت ما يمكنش تدخل ان مارشي اللي فيه تب وحدك كاين دي كونكورون وهاد لي كومبيتونس والمهاره اللي عندك هي اللي كتخليك كتفوق على راسك سي بون انا كنشوف بزاف ديال الناس اللي تبارك الله في الماناجمنت عندهم اكسبيريونس كبيره ولكن رغم ذلك تيحبسوا في سيغتان طون كاين الكومبيتونس كاين كلشي وكيحبسوا في سيغتان طون كاين لكم سافادير عندهم تجارب مع شركات اخرى اون طونكو دو سا اون طونكو سالاري ولا كيعرف يمانجي
تحطو يماناجي اون انتربريز انترناسيونال يماناجي ولكن في الانتربرونيا ولكن في الانتربرونيا الانتربرونيا ما نجحوش ولا ما عرفوش نجحوش شنو الاشكال اللي تيكون الصبر لان 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 الاحساس بالفشل صعيب ما كاينش شي واحد اللي دار لونتربريز وما فشلش وعاود ولكن استمر تديك الرغبه اللغز علاش الاستمراريه وعلاش في الاول علاش دار ديك لونتربريز اللي كنت قلتي هضرتي لي عليها قلت لك انك نهضروا السبب اللي خلاك دوز لونتربرونيا علاش واش حيت شفتي فلان وفلان وفلان واش حيت باغي دير لاباس واش حيت انت بغيت شنو هذاك واش داك السبب تيكون عنده دور انه غتكمل ولا ما غتكملش جوستومون خص يكون خص يكون خص هو يحط راسو لا كاستيون سي لوي كي دو بوزي لا كاستيون علاش انا باغي ندير هاد الشركه هادي واش تحقيق الطموح الشخصي وهذا مشروع ولا باغي نحقق واحد الرغبه ديال ناس اخرين هنا يا دي زانفليونس اكستيريور شفتي ناس داروا كذا شفت ناس داروا دار شركه نجح في شركته سي با دي كوبي كولي سي با دي كوبي كولي واش انت مستعد دير شركه ولا ما مستعدش والاستعداد كاين استعداد نفسي واستعداد اللي قلت لك عنده علاقه بالمهاره وعنده بلي كومبيتونس اللي خديتي وعنده بالتجارب اللي خديتي يا كنقولوا استعداد كل شيء ماشي غير المهاره ولا ماشي غير الاستعداد النفسي لا يكون مستعد حتى نفسيا باش يدخل واحد المغامره كيما قلنا تطالوا راه مغامره غير المغامره اللي ما كاينش فانت بوحدك هي مغامره وتكون هذه مسؤوليه اللي عندك حتى مسؤوليه المسؤوليه مسؤوليه ناس اخرين ناس اخرين منك يعني استعداد هو استعداد لواحد المغامره غندخلوا ليها وهاد المغامره نورمالمون خصها تكون محسوبه لان هو لي كومبيتونس اللي الا كان عندك دي كومبيتونس وكان عندك واحد ديسبري ماناجيريال راه غتحسب دوك تحسب داك تحسب هاد المسائل كلها كتحسبها هاد القضيه هادي اللي قلنا ديال علاش وشنو الحافز اللي خلاك انك تبدا انك تكون اونتربرونور وهو اللي غادي يخليك تكمل ولا ما تكملش كيف ما كنا كنهضروا ديجا وذكرتي لي ديك القضيه وعجبتني ديال واش انت جاي تكري لا ريشيس ولا جاي تولي غيش يعني اتخ ريش او كريي لا ريشيس هادي في حد ذاتها انا تنشوفها سبب انه واحد غادي يكمل ولا ما غاديش يكمل الا ممكن تشرح لنا شويه على اتخ ريش ولا لا كرياسيون دلا ريشيس هي اللي غادي تدينا الجواب ديال هاد علاش هذا ما تيكملش هي مساله ديال عقليه ديال لونتربرونور وشو الهدف ديالو لي موتيفاسيون ديالو اللي خلاه غادي يدير شركه هذا هو المهم شنو الرغبه ديالو وشو الاحلام ديالو سي بون فرق وشنو باغي يحقق هذا هو لو بلوز امبورطون الواحد قبل ما يبدا يسول راسو هذه الاسئله خصو يسول راسو ويدير واحد دياغنوستيك ليه الصوت اللي هو نيت ويقول اش بغيت من الشركه مزيان شنو لو بلوس الاضافه اللي بغيت واش عندي شي اضافه ما نعطي الا خلقت واحد لونتربرونيا درت واحد الشركه ديالي وظفت ناس وكان عندي لي كولابوراتور اشنو باغي اشنو لا فالور اجوتي اللي بغيت سي تري امبورطون سي بون علاش باش يعرف راسو علاش داخل غادي تلقى راسو في مفترق الطرق جوج الحاجات الوغ باسكو علاش قلنا عقليه لان شنو بغيت من لونتربرونور واش جو فو اتر ريش هذا هو السبب الاولى ولا جو فو كري لا ريشيس ولكن الفرق بيناتهم بجوج اللي داخل لونتربرونوريا غير كو بور دو لارجون قد نقول انه يقدر يفشل وسط الطريق ولكن راه تا كرياسيون دو لا ريشيس راه فيها لارجون فيها لي دو فيها لارجون ولكن فيها aussi كنخدموا ناس خصو مساله عقليه كنخدم ناس معايا كنكري لا ريشيس في واحد الكومينوتي اللي انت منها فوالا ما سي سا لو بلوز امبورطون وهذا لا فالور اجوتي لا فالور اجوتي ديالي سي الشركه ديالي حيت اتر ريش ما كيفكرش ان سيرتان مومون اش كيولي ما كيفكرش في الشركه كيولي يفكر في فلوسي وما فلوسي فلوس الشركه وما فلوسي وهذا هنا هذا هو الاختلاف كرياسيون دو لا ريشيس كتخليك تكبر كتخليك تستمر كتخليك تصبر كتخليك تواجه العقبات كتخليك توظف المهارات ديالك لي كومبيتونس ديالك pour voir les stratégies les meilleures stratégies possibles باش يمكن لك تكبر تكبر الشركه باش تكبر الشركه بيان سور ديما لوبجيكتيف ديالك لوبجيكتيف لا سوسيتي سي با لا بوش هنا الاختلاف بيناتهم بجوج بين اتر ريش و كري لا ريش الارباح اللي كيدخلوا كيتوظفوا في الشركه كتكبر الشركه كتكبر معاك والكرياسيون دو لا ريشيس هي كتحاول توظف
الناس اللي يعاونوك دي كولابوراتور هنا لي كولابوراتور اللي غادي يعاونوك هنا حتى هنا راه كتخلق فرص الشغل. كل ما كبرتي كل ما كت كل ما كت كل ما كل شيء كيستافد من ديك لا ريشيس. اكزاكتومون اكزاكتومون اي سا لا ديفيرونس اونتر لي دو. و وبهذه العقليه هذه ديال ديال كرياسيون لا ريشيس هنا فين كيبان لك تستمر. حتى ملي كيكونوا مطبات وكيكونوا كيكون عوائق كيمكن لك الصبر وكتصبر. لان علاش؟ لان ما خدامش لراسك فقط، راه خدام للناس اخرين، راك مسؤول على ناس اخرين. وهنا اللي كيخليها سي سور دو موتيفاسيون اوسي، يكون عندك مسؤوليه. لو سالاري مسؤول على راسو ومسؤول بالواجبات اللي خصو يقوم تجاه الشركه اللي موظفاه، ولكن لونتربرونور هو مسؤول على طول الموند وكيفكر مصلحه طول الموند. كنقول لك نورمالمون هذا خصو توفر، خصو يكون نورمالمون، خصو تكون اخلاقيات وخصو يكون لي موراليتي وتفكر في الناس اللي خدامين معاك. ما يمكنش توقف، اش قلت لك انا تو طالور، اذا دخلتي لهذا المجال لا رجعت فيه ايريفوكابل، ما يمكنش ترجع. قصد لونتربرونوريا كتقرر راسك تدخل ولا غتدخل. الهدف الاساسي والوحيد والاوحد هو النجاح، سلاري يوسيت، ما عندهاش سميه اخرى، ما يمكنش نسميوها نعطيوها شي سميه اخرى، ضروري ما تنجح. والمسؤوليه ما خصهاش تكون عائق، تي دو با سوبير هاد لو ستريس، سوا لو جيري. بالعكس بعض المرات كنشوف المسؤوليه كنشوفها سوجي موتيفاسيون اللي تخليك تكمل. سامع. بالنسبه للسياسه الناس اللي عندهم يعني شركات صغار وخدامين شويه بالعشوائيه، كيحسب ليهم انه الا بغى ينظم راسو خاصو ريكروتي بوكو دو مويان، بوكو دو مويان وبوكو دو انفستيسمون باش انه يكون حتى هو منظم وعنده لابارتي ماركتينغ، بارتي كوميرسيال، بارتي اشا، واش نيت خاصو بوكو دو مويان، ولا ممكن هو بديك لاطاي ديالو كاين شي خطوه اولى ممكن يديرها ويبدا يكبر شوي شوي؟ كيفاش باش تنصحو باش يحيد من العشوائيه ويتنظم؟ هي لوغانيزاسيون مطلوبه، العشوائيه ما مطلوبهاش. الوغ اي شركه خصو يكون عنده واحد، خصو يعمل راسو واحد الصوت، يعني باش يعرف لي مويان ديالو، شنو لي فورس ديالو، بوزيسيوني راسو بعد لا لي فورس ولي فيبليس ديالو، شنو لي فيبليس ديالي، اسكو جي بو دو مويان مثلا باش يمكن ليا ندخل لواحد المارشي ونستمر فيه ونبيع ونشري ونحقق ارباح ونكسب دي كليون. باسكو المهم هنا فاش نور، المهم هنا هو نقنع لا كليونتيل ديال ندير كونستيتيسيون، سكون ابل كونستيتيسيون دو بورتفوي كليون. واش بالعشوائي يمكن يدير يكمل؟ شنو نقصدو بالبورتفوي؟ بورتفوي هو سي كيلكان كي اشتي بورتفوي، مجموعه ديال الزبائن، وكل كليون الى اشتي لو برودوي لا بروميير فوا اي بوي il était satisfait، اش كيعطينا كوم نتيجه؟ اون فريكونس داشا، كيولي يشري عندي، كان كيشري عندي مره فهاد الشهر، الشهر الجاي كيولي عندي دو فوا، الوغ كان اوغمونتيو لا فريكونس داشا. واللي كتأدي بينا فيا كل كليون، اترافير بلوتو اترافير كل كليون كتأدي بينا لا ساتيسفاكس، لا 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 فيداليتي. ما كنظنش انا اونتربرونور في العشوائيه على انه يمكن يدير واحد البورتفوي ولا يبو كونستروي واحد البورتفوي دو كاليتي، ويدي به لواحد الشيف دافير دو كاليتي، ويدي به واحد اون فان كونت واحد لا مارج كوريكت باش يمكن يكبر الشركه ديالو. راه ماشي مشكل يبدا صغير، العقليه خصها تكون كبيره. يكون ستريكتور تكون هنا، النظام يكون هنا. ايفيكتيفمون اون بتيت ستريكتور اون بتيت اورغانيزاسيون، مي العقل يكون كبير والمنهجيه تكون واضحه من بعد، واضحه ليه هو الاول بعدا، باش يمكن نحقق بشويه بشويه الارباح والاهداف والبطول الاهداف اللي بغيت نوصل لها. هذا هو المهم. كلاغ. والامور كل ما وضحات بالنسبه لونتربرونور وغيكون باقي صغير، كل ما غادي يوصل ليها ايتاب بار ايتاب، ستيب باي ستيب، غادي يوصل للزوبجيكتيف ديالو، ما كتجيش مره واحده. ملي كنقول انا الاستمراريه، راه ما كنقولش في عام، راه كنهضروا من عام لخمس سنين لعشر سنين. مزيان. اش كنهضروا على الصبر؟ مزيان هذا السؤال هذا. اونتربرونور فاش غادي يجي ديماري لونتربريز ديالو، شنو كتشوف الوقت المثالي انه ديك لونتربريز توصل لواحد سيغتان نيفو اللي يقول ودابا بدينا ماتيغيتي؟ 5 ans مينيموم.
مينيموم 5 5 ans انا بوغ اون انتربريز باش نكون واضح وتجربه خاصه من 5 ans ل 10 ans يعني 5 ans عاد كتقول بديت 5 ans 5 ans كتكون تجاوزتي واحد المراحل اللي صعيبه وصعيبه بزاف نابورت كيل سوسيتي لا بليبار دي سوسيتي كيكونوا بداو صغار كيعرفوا لي مويان ديالهم كيعرفوا علاش قادرين وكيكبروا شركتهم بشويه بشويه حيت عاود ما يمكنش تكون لا طاي ديالك صغيره ولي مويان ديالك صغار وتمشي تدخل في امارشي لي دو مانيير كونكورونسيال لي رود خاصك تلقى واحد الطريقه تلقى واحد المنهجيه اللي تفادى هذه النوعيه ديال المارشي اللي فيها لا كونكورونس رود وكيلعبوا على لي بري بزاف بين ما درتي بلاصتك وكبرتي ايفيكتيفون كتمشي كتختار واحد الطريقه وتواحد كتختار واحد الطريقه اللي يمشي نبيع لو برودوي ديالي ولكن ان بلس لو سيرفيس باغ اكزومبل ان بلس فلا ديستريبيسيون سي بون اذا بلي بلي هذه النقطه هذه اللي هضرتي عليها دابا ان شاء الله راه تشل مواضيع غير لضيق الوقت ما لقيناش كيفاش نهضروا عليهم ان شاء الله غادي نحاولوا نسيباري ونديروا حلقات اخرين اللي نجبدوا كل موضوع من هاد المواضيع اللي حسينا باننا ما قدرناش نهضروا عليهم لضيق الوقت نديروا لهم حلقه ان شاء الله بوحدهم صراحه كاين بلي كاين سلامه تفيد السياسيه حاولنا نكونوا غير البلوكاج ديالهم غير هاد الحلقه غادي تكون طويله ان شاء الله وخلينا في الماركتينغ والبريسكريبسيون ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا شي حلقات اللي جايه غناخذ لك شويه من وقتك الله يودي غير سمح لي صافي بليزير اخويا غير سمح لي حاجه اللي فيها الاستفاده ما عندنا حتى مشكل هذاك الشيء اللي كاين باش عرفتي اش كيبان لي شوف الكومينوتي خاصها شويه ما تستافد الناس شويه باش كيتانتريسوا انهم يزيدوا لقدام واحد هو عشوائي بغى يتنظم وكذا ما حدو باقي في ديك العشوائيه وكيشوف الناس اللي دايرين به عشوائيا ما حدو كيصحاب لهذاك هو النورمال مي حنا لوبجيكتيف ديالنا سي كنوصلوا لدوك الناس انه لا راه ماشي داكشي اللي كيحسب كاين راه هو اللي كاين راه شنو اللي كاين كنهزوا لواحد عيني وكنخليه يشوف خاصو يهز لا باغيير ديالو شويه داكشي حنا لوبجيكتيف ديالنا هو هذا لو بارطاج هذا لورغانيزاسيون مهمه دونك كيما باش نختموا لورغانيزاسيون في اطار كل ما مشى واحد لونتربرونيريا وكان واضح وعندو زوبجيكتيف ديالو واضحين راه غادي يوصل لي ريزولطا وكل ما تورغانيزا كل ما غادي يوصل لو مون كلي هي لورغانيزاسيون ويكون لوبجيكتيف واضح هادو هما لي مون كلي والاستمراريه ضروريه والصبر ضروري هاد الدومين ما ساهلش يعني بغيت نقول لك لونتربرونيا ما ساهلش بلوتو القاسم المشترك بالناس اللي نجحوا هو الصبر كتشوف ان الصبر هو العامل المشترك من الناس اللي نجحوا والحب ديالك داكشي اللي كدير حيت شنو نوطو موتيفاسيون ديالك ما غاديش واحد الوقت وغادي تقول عييت واش حنا حنا راه كيجي ان سارتان مومون اللي كتقراسك محبط تي فاتيغي شنو اللي كيخليك تستمر تعاود تستمر شوف كنا كنواجهوا هذا الصبر ولا ديسيبلين اكزاكتومون سي لا ديسيبلين من الاول بالقرار الاول يعني التزمتي دخلت باش ما نخرجش صافي داكشي حركتي السوق اللي كيخليك لوطوموتيفاسيون اللي كيخلي عندك هو الحب ديالك الاختيار ديالك الاختيار ما يكونش موجه الاختيار خرج من عندك ما كاينش موجه تو با اورينتي ماشي درت واحد الاختيار باش نساتيسفي حلم الاخرين لا راه حلم ديالي لا هذا هو الغلط اللي كيوقع من الديبار غندير واحد المشروع باش الناس اخرين تقول انا درت ووصلت نو نو سي با سا ما حد نوتروبرونيا سي با سا خدام على وديت الناس ولاو توجهوا فيك ديك الساعه توجهوا فيك عطيتيهم هاد القدره انا وياك تجي منك انت كتنطلق من 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 من, من ذاتك واش عندك الرغبه الفعليه على انك ندير مشروع ونوصلو وصل به ونحقق به الاهداف ديالي وما عمر الاهداف ما كيكونش هدف كيكونوا اهداف اليوم بديتي واحد لا ستركتور بدات سالي بواحد لا ستركتور في واحد كتكبر لا ستركتور ديالك كتشوفها صغيره كتشوفها كتكبر من ستركتور اون اوتر ستركتور من شركه لشركه واحده اخرى مي الهدف ما عمره ما خصوش يكون هدف واحد خصو يكون مجموعه اهداف استمراريه والتزام تما كتبدا كتشوف هذاك البروغرام داك الجروث تما غادي افيكتيفمون سي ياسر شكرا على
الاستقبال شكرا ديالك. موصول وشكرا على الوقت ديالك صراحة. شكرا موصول أخي. وقت كبير. نتمنى إن شاء الله الإخوان يستفدوا من هذا الشيء هذا. نتمنى إن شاء الله. وإن شاء الله غنحاولوا مازال نخدر شوية من وقتك ونديروا حاجات أخرين. الله يوفقك.